توج ريال مدريد بلقبه الرابع عشر في تاريخه بالتشامبيونز ليج بعد فوزه في نهائي باريس على ليفربول بهدف دون رد وسط حضور جماهيري غفير. وبعد أن ألغت تقنية الفيديو هدف لبنزيما في الشوط الأول، سجل البرازيلي فينيسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 مانحا الريال الفوز بالمباراة وباللقب. وفشلت كل محاولات ليفربول في العودة بالنتيجة ليعود الريال لمنصة التتويج ويحصد لقبه الرابع عشر، بينما انفرد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة بأربعة ألقاب ليصبح أكثر مدرب تتويجا بالتشامبيونز ليج في التاريخ. إذن مشاهدينا، هذه مشاهد وصور مباشرة من احتفال جماهير ريال مدريد بفوز فريقها تتويج فريقها بلقب تشامبيونز ليج بعد فوزه على ليفربول بهدف دون رد. هذه إذن مشاهد احتفالية للجماهير المدريدية التي طبعا سعيدة وفخورة بالنادي الملكي الذي يعني أعاد الفرحة إلى الجماهير بلقب الثاني هذا الموسم بعد اللقب الأول في الليغا، والآن هذا هو اللقب الثاني في تشامبيونز ليج والرابع عشر في مسيرة النادي الملكي. الفرحة والدموع يعني ظاهرة على جماهير المدريدية التي أتت بكثرة إلى باريس لحضور هذا النهائي المثير. وكانت السلطات الفرنسية قد أجلت انطلاقة المباراة لنصف ساعة عن وقتها المقرر بسبب مشاكل في دخول المشجعين إلى مدرجات ملعب فرنسا. التقارير ذكرت أن آلاف التذاكر تعرضت للقرصنة والتزوير، وأظهرت صور الفيديو جماهير ليفربول وهم يحاولون دخول الملعب بالقوة وسط فوضى عارمة ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. ننتقل الآن إلى باريس ومراسلتنا مهتاب الأفندي. مهتاب، يعني ليلة بيضاء في باريس بعد تتويج ريال مدريد بلقب تشامبيونز ليج للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، أخبرينا ما هي الأجواء لديك في هذه الأثناء بعد هذا اللقب؟ الأجواء طبعا احتفالية بدرجة كبيرة جدا، صحيح المباراة انتهت منذ دقائق لكن الاحتفالات بدأت بالفعل. هنا كانت تبدو هذه المنطقة من العاصمة الفرنسية كانت هادئة تماما حتى انتهت المباراة وبدأت بالفعل احتفالات الجماهير، خاصة جماهير ريال مدريد الذين تجمعوا أصلا في الأساس في هذه المنطقة هنا في العاصمة الفرنسية، وهذا هو المكان بجانب ملعب فرنسا، هذا هو الذي كان تم تخصيصه لهم لكي يتابعوا المباراة والتزموا معنا بالهدوء في الحقيقة رغم احتفالاتهم الصاخبة حتى قبل أن نكون على الهواء مباشرة، لكنهم وعدوا. إذا نستمر احتفالات فريق ريال مدريد وجماهيره هنا الذين خرجوا من المقاهي في العاصمة الفرنسية باريس. هذه الاحتفالات التي بدأت بالتو بهذا اللقب القياسي، طبعا اللقب الرابع عشر للنادي الملكي. هنا الاحتفالات بدأت منذ دقائق لكنها من المتوقع أن تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر. الآن هنا بدأت ربما الاحتفالات وسط الجماهير الذين كانوا يحضرون المباراة هنا في المقاهي، لكن من المتوقع أن تبدأ الاحتفالات التي تكون وسط الجماهير الذين كانوا يحضرون المباراة من داخل الملعب. من المتوقع أن يبدأ خروجهم الآن ويصلوا لتلك الساحة هنا ميدان فيكتور هوغو في منطقة سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، لكي تستمر الاحتفالات حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر. إذن هذه هي
الاحتفالات التي بدأت حتى الآن هنا في هذا المكان في ميدان فيكتور هيوغو في منطقة سان ديني، وطبعا بالفعل سنتابع المزيد. مهتاب، كيف هي يعني الأمور الأمنية لديك خاصة بعد ما حصل قبل يعني قبل هذه المباراة؟ هل يعني الأجواء الأمنية هادئة؟ هل هناك من أي أعمال شغب، عنف؟ كيف يعني هي الأجواء بين الجماهير أمنيا؟ كيف تشتش كريم؟ كريم يا كريم.